ميدان بدون ميعاد او موعد مسبق يعني. خرجنا طبعا لله عز وجل اولا، تغيير الظلم، قضاء على نظام مبارك، اسقاط مبارك، ده الاساس بتاع خروجنا، اسقاط نظام مبارك والقضاء على الفساد وتحقيق العداله الاجتماعيه وباقي ايه اهداف الثوره. تواجدنا واشتركنا في الثوره من اولها حتى تنحي مبارك. كل ذلك بدون الجماعه الاسلاميه ذات نفسها كجماعه لم تشارك في الثوره، بل دعت افرادها لعدم النزول، يعني في حينها دعت افرادها لعدم النزول للثوره. احنا نزلنا احقاقا للحق وابطالا للباطل، ما كناش عايزين ولا حاجه، الناس ممكن تقتل وناس اصيبت، واخواننا برضو جميعا من الشباب الصغار الواحد شاف قتلى وشهداء امام عينيه، واخواننا برضو في الاخوان المسلمين برضو ضحوا وفي ناس قتلت منهم واصيب ناس كثير. احنا كائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه احنا ما كناش بنسعى ان احنا نعمل ائتلاف من اساسه، احنا قلنا احنا مشاركين زينا زي ايه اي فرد مصري في الثوره على مبادئ الثوره وعلى اهداف الثوره المصريه. اللي دعانا لتكوين الائتلاف كان في بعض الاخوه يعني ايه دعوا ان احنا نأتلف مع بعض في ائتلافات زي ائتلافات الثوره واحنا في ميدان التحرير قبل تنحي مبارك. البعض قال لا، البعض قال اه. المهم ان احنا في الاخر قررنا ان احنا نعمل الائتلاف دوت لسبب واحد. احنا وجدنا في توجه الجماعه الاسلاميه توجه بيخالف مسار الثوره المصريه. ومن خلال بياناتهم، من خلال المتحدث الرسمي باسم الجماعه، بدا الهجوم على الثوار وبدا الهجوم على ميدان التحرير، وبقى في لغه تحريضيه على من في ميدان التحرير. احنا قاعدين هنا في الندوه مش عايزين نتكلم في موضوعات كتيره، احنا عايزين نتكلم في موضوع واحد بس، يوم الجمعه. مش هنتكلم معذرة للجميع، يعني هنتكلم عن المطالب وهنتكلم عن الازهر وهنتكلم عن كذا، لا احنا عايزين نوحدها يوم الجمعه، لان يوم الجمعه ده يوم خطير. فيعني انا بسميه بالتحريض، ده فتنه ووقيعه، يعني الاعلام بتاعها كده جمعه الفتنه والوقيعه. فده اللي احنا عايزين ننتبه اليه، انها ما تكونش جمعه فتنه ووقيعه بين التيارات الاسلاميه من ناحيه والتيارات الاخرى، تيارات الثوره من ناحيه ثانيه. الجميع شارك في الثوره، الجميع ضحى في الثوره، احنا مش عايزين اي فصيل يخرج يقضي على هذا الاجماع. فاحنا قلنا كائتلاف احرار الجماعه الاسلاميه احنا بندعو الجماعه الاسلاميه انها لا تحيد عن خط الثوره، وان ما يكونش في لغه تحريضيه ضد الثوره، وان هم يتعاونوا مع الجميع حتى تتحقق اهداف الثوره. احنا اول ناس ظلمنا في مصر كجماعه اسلاميه كتيارات اسلاميه جميعا، اعتقلنا وعذبنا وسجننا. فيعني احنا اولى الناس بالايه؟ بان احنا نتمسك بهذه الثوره ونتمسك بتحقيق اهداف الثوره. ونشوف دلوقتي ان الجميع هو كتيارات اسلاميه، ما كان للجميع ان يخرج ويتكلمون عند المساجد وكاحزاب الا بفضل الله اولا ثم الثوره المصريه. فلغه التحريض اللي بدات دي بدات طبعا احنا عشان انا في الميدان برضو، احنا مش عايزين نتكلم كلام منمق، الناس في الميدان بيقولوا الاخوان والجماعه الاسلاميه ده دولت ليهم اهداف وليهم حاجات خاصه وعايزين نازلين ليه لحاجات خاصه وعايزين هم يركبوا الثوره، والجماعه الاسلاميه والاخوان بيقولوا برضو الناس الطيارات ديت اللي موجوده في التحرير عايزين يركبوا الثوره. العمليه متبادله، في العمليه متبادله ما بين الطرفين، فلازم أن يكون في حل للموضوع ده. احنا جايين احنا جايين نتكلم في موضوع محدد. التيار السلفي بصفة عامة، مشايخ التيار السلفي
هم طبعا في بالهم الهوية، هوية الايه، هوية مصر الإسلامية، ان هم بيدافعوا عنها. وده طبعا احنا من اوائل الناس اللي بندافع عن هوية الشعب المصري وهي الهوية الإسلامية. ولكن بنقول ان في اولويات دلوقتي يعني يجب ان احنا ننتبه اليها. احنا دلوقتي لو دخلنا هوية وهم ناس بتقول مدنية وناس بيقولوا إسلامية، يبقى هيخش الفريقين في ايه، في صراع مع بعض، هيؤدي الفشل لفشل الثورة وانقضاض الجيش على الثورة. احنا بنقول ان الجيش ممكن يمسك، يا جيش ممكن يمسك الحصن لما يلاقي فوضى، يبقى الشعب هيقول له لا امسك وحقق الايه، وحقق الامن، وبل بقى هنبايعك. لكن احنا عايزين كاطراف الثورة حركات اسلامية